قبل لا تنتهي الليلة الخامسة من ليالي شهر محرم، أبي أوجه رسالة خاصة للشباب اللي ما يحضرون مجالس الحسين طول السنة وفقط في هذه العشرة نشوفهم. هذه الرسالة موجهة لكم خاصة، دير بالكم تسمعون كلام اللي يقول لكم أنتوا طول السنة ما تدرون عن الحسين، طول السنة تسوون حرام، طول السنة بعيد وأغاني وطلعات لوية، الحين عرفتوا الحسين ما لكم شغل فيهم. دير بالكم تسمعون كلامهم حتى لو طول السنة ما تدرون عن الحسين ولا عن مجالس الحسين. هالعشرة لبسوا السواد وأعلنوا الحداد وحضروا مجالس الحسين. ترى يمكن حضوركم هذا هو يفتح عليكم أبواب توفيق، يفتح عليكم أبواب التوبة، يخليكم تبتعدون عن الحرام. ولا هو شنو اللي جايبكم؟ يعني أنت طول السنة مثلا ما تدري عن الحسين فعلا، وفعلا يمكن مع الحرام والعياذ بالله، مع رفاق السوء، بعيد عن مجالس ذكر أهل البيت سلام الله عليهم. لكن اسأل نفسك شو اللي يابك بهالعشرة غير حب الحسين؟ داخلك فيه حب للحسين، وحط ببالك أن هذه علامة أن الله عز وجل حاط عينه عليك ويبين لك الخير. لا تنسى الحديث إن الله إذا أراد بعبده خيرا قذف في قلبه حب الحسين. فهذا الحب مسكه وقضبه، هذا الحب خلى النور اللي يضيء في حياتك. لا تبتعد، لا تخلي واحد يقول لك انت مذنب، انت كذا، انت عاصي، انت مالك شغل بالمجالس، اطلع برا لا تحضر. والله لا تسمع كلامه، يمكن هذه اللطمه اللي تلطمها بالمجلس هي تكون سبب توبتك لله وتكون احسن من ذاك اللي كان يقول لك تعال المجلس. وأتكلم عن تجربها، يا ما كان في نماذج هي اللي تنصح الناس تعالوا ليش أنت يا فلان ما تحضر مجالس، هذا الحسين هذا كذا، الحين هو بالشارع وذاك اللي كان بالشارع هو الحين اللي يخدم الحسين. هذه الأمور غيبيات احنا ما ندري عنها، احنا بس نقدم قلبنا للحسين سلام الله، هو بعد ياخذ بيدنا بعد. وصدقني بس خل شوية ثقة بالحسين سلام الله عليه، شوف شو يسوي فيك. والله وأقسم بالزهراء أن الحسين عليه السلام يغير اللي ما يتغير. لا تقول أنا ما أتغير، لا تقول أنا مو زين، أنا كل ذنوب ما حد يقبلني، ما لي ويه أحضر مجالس الحسين. دير بالك الحسين سلام الله عليه قبل الحر، الحر قاتل إمام زمانه في ذنب أعظم من هذا الذنب. الحر وقف بوجه حجة الله على أرضه، وقف بوجه الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. آخر شيء الحسين يستقبله بصدر رحب، يقول له أنت حر كما سمتك أمك. فخاطب الحسين يقول له يا قابل الحر اقبلني، بس مد إيدك يا قابل الحر اقبلني. وشوف الحسين سلام الله عليه شلون يغير حياتك من إلى. أرجوك أرجوك لا تبتعد عن مجالس الحسين خصوصا في هذه العشرة، وخلك ويا أبي عبد الله الحسين. حتى لو طول السنة أنت مو حاضر، حتى لو طول السنة أنت ما تدري عن الدين، حتى لو طول السنة أنت في الذنوب، هذه العشرة قدمها للحسين، شوف الحسين شنو يقدم لك. والله العظيم ممكن تكون أنت أحسن مني ومن غيري ومن كل الخدام اللي يلطمون بسبب أنك جيت بنية صافية. أصلا يمكن أنت اللي تدخل المجلس الله يتقبل منك ما يتقبل مني أنا، حج القبول عند الله. والله ما حد يقدر يحاسبك ولا حد يقدر يقول لك انت خادم وانت مو خادم، بس الله عز وجل هو الحاكم، والله عز وجل هو الوحيد الذي يعلم بما في الصدور. فاحضر مجالس الحسين، وظروف لك دمعة على الزهرة، دمعة دمعة ظروف لك على الزهرة على بكاء علي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه بهالليالي، وشوف التوفيقات وشوف حياتك شلون تتغير. بس وجه قلبك، التفت التفت.